بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع البروجكت تبعنا ودرس جديد وكتير مهم من أهم الدروس اسمه IP SLA. SLA اختصار لService Level Agreement. طيب شو يعني Service Level Agreement؟ شوف هذا المصطلح أصلا هو شائع كتير في عالم المشاريع. يعني أصلا أنت لما تعمل مشروع وبعد المشروع هذا ما يخلص انت ممكن تعمل مع الشركات اشي اسمه Service Level Agreement. تعمل Agreement يعني اتفاقية. هاي اتفاقية مثلا انت بتعمل اتفاقية صيانة على سبيل المثال، انه انت مسؤول عن السيرفرات تاعونا، عن السويتشات تاعونا، مسؤول انه الامور تضل عندها مثلا شغالة، اذا صار في مشكلة بالسيرفر انت المسؤول بدك تروح تظبطها الى اخره. فالاجريمنتس بتختلف حسب النص تبعها من اتفاقية لاتفاقية تانية. قامت سيسكو عاملة انه في شيء اسمه Service Level Agreement. هذا زي الكونسبت تبع الاتفاقية، انك انت بتعمله بينه وبتعمل تراكينج. هو خاصه بالريدندنسي، بتعمل تراكينج للينك معين، لانترفيس معين. يعني احنا اخذنا شكل من اشكال الريدندنسي مثلا بالراوتر هو ال HSRP. بس احنا عندنا HSRP، في عندنا JLPP، في عندنا VRRP. بس هذا اسمه يونت ريدندنسي. يعني اذا انت وقع عندك راوتر، الراوتر الثاني بيقوم، وقع عندك اللهم صل على سيدنا محمد سويتش، السويتش الثاني بيقوم، ومن ناحيه الفاير وول اسمه قلنا فيل اوفر. إذا صار في عندك مثلاً سويتش فايروول وقع، فعندك مثلاً فايروول تاني بوقع. بس شو مثلاً لو كان صار عندي مشكلة بحدا من السيرفيس بروفايدر على الكلاود، عندي مثلاً الفايبر لينك ضرب، الريدوناس مش هتقوم عندك، مش حينقل على الراوتر التاني. تعال نشوف اللاب تبعنا بنحكي عليه. عندنا خلينا قلنا بدنا القلم تبعنا. تمام. القصة كانت أنا عندي إذا الراوتر نفسه هذا ضرب، بقوم أنا عامل HSRP على الـ PVI هون بالنسبة للراوتر، بقوم بنقول لي الترافيك كليات على الراوتر الثاني. حلو كتير. بس إذا ضرب عندي مثلا لينك هون، هذا اللينك HSRP هون مش راح تقوم بحياته عندك، ولا حتقوم ولا شوي. فكان لازم شيء اسمه تعمل له IPSLA، تعمل تراكينج، اوكي، تيجي تراقب هذا اللينك عندك. فهذا كان لازم هون IPSLA ينعمل. طيب ال IPSLA بالسيريز عندك الراوترات اللي 1800 سيريز او 2900 بالموديل، طبعا 2900 سيريز سلاش K9 حسب ما بتذكر. هذا الاوبشن مش موجود، يعني لو بتعمل كوماند اي بي اس ال اي مش هتلاقيه. فكان لازم تشتري من سيسكو لايسنس اسمه داتا لايسنس، اوكي، اسمه داتا لايسنس. بس بالراوترات الاي اس ار صرت مش محتاج تشتريها، فصار عندك هذا الاوبشن اصلا اوريدي موجود، اوكي، فما محتاج للاي بي اس ال اي، فما محتاج تشتريها. طيب تعالوا نفكر كيف ممكن احنا نعمل هذا الـ IPSLA. احنا رح نعمل IPSLA هون ونشوف كيف بدنا نراقب الانترفيس. بس مش الانترفيس انا رح اراقبه، انا رح اخلي الـ IPSLA هاي تضل تعمل بينج على جوجل. جوجل دائما شغال عندي up and running 24 ساعة، فبضل مثلا كل فترة يعمل بينج على جوجل. اذا هذا البينج ضاع، بطل عندي بينج، اوتوماتيكلي بنقل ال HSRP عندي على على الراوتر الثاني، فبصير ال HSRP هون بيشتغل. كان ممكن نحن ما كان لدينا اي طريقه تانية لحتى نقدر نعمل ال HSRP هذا، لان احنا اوريدي احنا عاملينه على على هذا المنحى من ناحيه الهاردوير. اذا الهاردوير ضرب
بس بينما اذا انا عندي لينك او مثلا عندك انت لينك من اللي كان مثلا عندك هون بي جي بي وشغال فراوترات هون، فعندك انت شيء من اللي هون صار عندك ضرب انت بالانفراستراكشر الجوانية ما حاس فيه. فكانت الطريقة اللي هون فكرنا فيها ان نعمل IP SLA agreement. هاي الاي بي اس ال اي بنعملها بنضلها نخليها تعمل بينج على جوجل، اذا فقدت الاتصال بالبينج على جوجل فالاتش اس ار بي بيشتغل وبترافيك بنحولها على الراوتر الثاني، وبما انه انا عندي ريدانسي على اي اس بي ثاني على سيرفيس بروفايدر ثاني فبضل الشبكه عندي شغاله واموره طيبه. تعال نشوف شو ممكن نعمل. بس قبل ما نعمل بدي اغير شوي بالديزاين. انا هون كنت عامل بوينت تو بوينت وعامل سلاش 30 200. هذا الكلام مغلوط شوي. ليش؟ انا على الجي 0 سلاش 0 بالانسايد انترفيس هون انا عملت بوينت تو بوينت وعملتها 30. طيب بس انا عندي ريدندنسي ثاني لو ضربت الترافيك هون عندي، فانا عندي ريدندنسي ثاني، فهي الريدندنسي كان لازم انا هون كمان احط له اي بي ادرس بوينت تو بوينت، بس ما راح اقدر احط له من نفس الرينج، عفوا احط له من نفس الرينج IP address هون كمان نفس الشيء، حيصير في عندي overlap. اوكي بالنهاية هدول السويتشين موصلين مع بعض، وانا هاي الانترفيس الجي 0 سلاش 0 عامل لاير 3. لاير 3 انا عاملها نفس الراوتر، الراوتر انت عندك هون، لو كان عندك انترفيس هون وانترفيس هون وانترفيس هون، يعني هاي شبكة، هاي سب نت مختلفة عن هاي عن هاي، فهاي الحركة مغلوطة. فانا راح احولها سلاش 24 هون هون سلاش 24، وعشان اضبطها اكتر حامل SVI واعمل redundancy بيناتن وحسميها مثلا وليكن انا عم بشتغل بشبكة 200 فحسميها interface VLAN 200، وحخلي بما انه انا رامي من الفايروول عامل روت باك على 200.2 فحخلي ال virtual IP 200.2 والاي بي الاصلي هون راح اعمله دوت 3 وهون راح اعمله دوت 4. وبعدين بنعمل هذا اللي انا عم بعمله ما خاصه بالاي بي اس ال اي، بس هاي يعني كنت عم بشيك اللاب فبينت معي في الامان العلمي ولازم انشرها معكم عشان اللي عم بطبق اللاب ما يوقع بهذا التريب. تعال نروح على الكوماند لاين ونروح على اول شيء الكور 1. تمام، أول شيء نشيك فيه بينج وأمورنا تمام. بينج على جوجل أقول له من السورس VLAN وليكن 10، بينج عندي شغال والحمد لله أمور تمام. طيب اللي هعمله كالتالي، أول شيء هروح أقول له كونفي، هروح على الانترفيس اللي واصل بالإنسايد زون على الفايروول اللي هو جي 0 هذا إيثرنت. أوكي جي 0 سلاش 0، بس خليني أقول له هون شغال، أقول له ديفولت، رجع لي على الديفولت عشان ما أقعد أعمل نوات، رجع لي على الديفولت وحقول له انترفيس VLAN 200 اي بي ادرس، عفوا اي بي ادرس 192.168.200.3 255.255.255.0/24 حولناها، وحقول له ستاند باي 200 اي بي حيكون 192.168 عشان الروت باك ما اغير فيه .200.2، وحقول له ستاند باي 200 برايورتي 150 بدي اياه هو الاكتف، وحقول له ستاند باي 200 بريمشن او بريمت. تمام ونو شوت داون، هروح على الانترفيس اللي واصل بالانسايد زون تبع الفاير وول و اي 0 سلاش 0، حاول سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 200. هيك انا حولتها للاير 2، انا كنت عاملها للاير 3. اوكي اقول له دو دبليو ار مبدئيا، وروح لي على الكور سويتش الثاني. الكور سويتش الثاني انا عامله جيجا بت ايمجز ما اشتغلت عندي بس جربتها، بني اي سيميليتر بصير فيه شويه مشاكل، ونفس النظام حول له كونفتي. هلا هون اللي واصل بالانسايد هون جيجا بت هالمره، انترفيس جيجا بت 0 سلاش 0،
خليني اقول له ديفولت، اجليها ديفولت تمام. هلو انترفيس في لان 200 اي بي ادرس 192.168.200.192.168.200.4 255.255.255.0. وحقول له ستاند باي 200 اي بي 192.168.200.2 وستاند باي 200 دوت عملو بريمشن دو دبل خليها دو دبل ار بعدين انترفيس جي 0 سلاش 0 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 200 تمام دو دبل ار. اتمنى ان هون بينج بعده شغال بينج في لان تمام شغال. خلينا نشوف على الكور سويتش الثاني في بينج عندي ولا فيش. بينج 8.8.8.8 سورس في لان خليها مرة 40 اوكي صار عندي بينج وتمام الامور تمام. الاثنين شايفين الانترنت ممتاز. اوكي سوري ماشي. خلينا نروح هلا على الراوتر. اول شيء حنروح على الاكتف راوتر. طيب الاكتف راوتر كيف بنعمل الـ SLA؟ الـ SLA طريقته بسيطة. حاولوا كونفكتي هختار له IP SLA وبقول يحط لي رقم، رقم من واحد لشغلات كتير. فأنا هقول له IP SLA 1 هيك رقم. طيب انتر. بعد ما شو بدي اقول له انا اعطيني كويستشن مارك. في عندك كتير شغلات ممكن تعمل لها SLAs اوكي مع الـ FTP الـ HTTP الـ DHCP الى اخره. انا بيهمني الـ ICMP ايكو، انا بدي اعمل بينج على جوجل يضل بينج. فاقول له ICMP ايكو. طيب ولمين بدك تبنج؟ على مين؟ بقول له مثلا بدي ابنج على جوجل لانه جوجل دائما 24 ساعه. طيب هيقول لي بدك سورس انترفيس ولا سورس اي بي؟ لا خليني سورس انترفيس، انا بدي اراقبه من اي انترفيس بدي اراقبه اللي عم بيطلعني على الراوتر الاكتف على الانترنت هو الدايلر زيرو تمام. فانا هون بقول له دايلر زيرو راقب لي دايلر زيرو. انا الانترفيس تبع الاي اس بي انا ما بعرف هو شو، بس بعرف الانترفيس تبعي اللي مطلعني اللي ماخذ انترنت اللي مطلعني عليه دايلر زيرو زي الفيديوهات اللي قبل كيف طلعني. فبقول له دايلر زيرو انتر دخلت عليه. حلو. البينج بدي اياه يحصل كل 5 ثواني فريكوانسي. طبعا فيك تحط فريكوانسي بالثاني من واحد اللي بدك اياه رقم كبير. فانا راح اقول له كل 5 ثواني ضلك اعمل لي بينج عليه. هي اول واحدة بتعمل اكزت. هلا بدي اعمل اكتيفيشن لهي الاجريمنت للـ SLA، يعني بدي افعلها. كيف تتفعل؟ IP SLA في شيء اسمه IP SLA سكادجول. اوكي بدي اعمل له جدول سكادجول. بدي هذا سكادجول شو؟ بحط له رقم الـ SLA اللي انا عملتها اللي هي 1. حلو شوف شو عندي. بقول لي بدك لايف ايج ريكورنج ستارت تايم. اول شيء بقول له ستارت تايم بدي يبلش هلا ناو. اوكي اللايف تايم تبعه يعني قد ايه مدته؟ انت ممكن مثلا تحطه مثلا كل 10 دقائق اوكي او مدته 10 دقائق بلش هلا وتنتهي بعد 10 دقائق. انا اللايف تايم بدي اياها على طول فور ايفر، طول العمر ضل هاي الاس ال اي شغاله لانه يعني مهمه. انا ما بدي انفراستراكشر تبعتي توقع عندي. حلو في شيء ثاني؟ اذا بدك تعمل ايج اوت ريكورنج راح اعمل شيء حقول له انتر. حلو الاس ال اي هاي بدي احطها باوبجكت اسمه تراك. تراك معناته راقب. حلو اسمه تراك. التراك ممكن اعطيها كمان رقم من 1 ل 1000 ممكن اقول له 1 بس عشان ما تفكر انه لازم يشترط ال 1 هي نفس الاي بي اس ال اي. فبدي احط له مثلا تراك 10. طيب IP SLA
اي اس ال اي. انا ممكن اختار على فكره باي ذا واي، ممكن انا اعمل اكثر من اس ال اي واحده، فبقول له لا انا الاس ال اي رقم واحد اللي انا عملته. حلو، شو بدك تعمل تراك لشو؟ بدي اعمل تراك للريتشابيلتي، اوكي الوصولي. انا دائما اضلني واصل على الموضوع، دائما ريتشنج، انا عامل ريتشنج لهذا، في عندي ريتشابيلتي، فبقول له ريتشابيلتي، هقول له انتر. حلو، هذا هاي امتى انا بدي اطبقها؟ بدي اطبقها انا وين عامل اتش اس ار بي؟ انا عامل اتش اس ار بي تحت دو شو ران البي في اي، دو شو ران انترفيس بي في اي، وكان رقم واحد. انا عامل ستاند باي ومعطيه برايورتي 170. حلو، فانا بقول له انترفيس بي في اي 1. طيب شوف الكوماند اللي بدي اقول له اياه، تراك عفوا ستاند باي، انا عاملها مع اتش ار بي. ستاند باي هو الجروب 150، رقم 150. تراك، تراك قد ايه رقمه؟ 10. طيب شو بدك اعمل فيه؟ شت داون اطفيه ولا اعمل له ديكريمنت؟ لا، انا عشان اخلي هذا مش اكتف فكان لازم ينزل تحت ال 100، تحت ال 100. ليش؟ لانه اللي بالراوتر الثاني قد ايه عندي انا الستاند باي تركه؟ تركه على الديفولت هي 100، وحاطط البريوريتي تبع هاي 170 عشان هو يكون الاكتف. فبقول له تراك 10 ديكريمنت، يعني نقص لي من ال 170 نقص لي 100، فلما نقص 100 منها حتصير 70، واللي حتكون ال HSRP هناك 100، فهذاك اللي حيصير اكتف اول ما شو، اول ما يحدث التراك، يعني اول ما يبطل في عندي بينج على جوجل هيطبق لي ال SLA وحيروح على التراك تبعي ينقص لي 100 من البريوريتي، هون 170 فحتصير 70، فحيقوم الستاند باي راوتر هو اللي حيقوم. قول له انتر، هيك الامور تمام. طيب انا راح اعمل تريس روت هلا، تريس تريس روت على 8.8.8.8، واقول له نيموريت بس عشان اعجل. طيب هلا من هون انا شو قال لي؟ قال لي انت طلعت على 172.16.1.1 اللي هو الراوتر هون، بعدين رحت على 188، هذا الراوتر تبع البيت عندنا، وبعدين مرق بشغلات كتيرة براوترات كتير على العالم ولا حتى وصل لجوجل. هاي مش مقياس، المقياس عندي كان لو من تحت اعمل له. باي ذا واي انا عملت تريس بالوضع الطبيعي، التريس مفروض ما يشتغل، بس انا عملت له انيبل على الفايروول لانه الفايروول باي ديفولت بيعمل بلوك للتريس راوت، بس انا كنت فاتحة من قبل. بغض النظر خليني اروح على البي سي هذا اشوف شو وضعه، هذا ببينج ولا انا طافي السيرفر باي ذا واي عشان بس الدنيا عندي صارت تقيلي، واعطيت البي سي اعطيته ستاتيك اي بي ادرس من نفس البي ان ديك عشان بيشتغل. اوكي كان الباسورد غلط، اعطيته اي بي ادرس انه هو في لان 10 نحن عاطينه حسب ما بتذكر. خلينا نفوت على السي ام دي، هي جايب لي انترنت على طول، يعني منيح واصل على الانترنت تمام. طيب هذا هون لو عملت تريس، تريس سيرت كانت، بقول له 8.8.8. خلينا نشوف وين حيمرق، هو اي طريق الماخذ. حلو، اول شيء راح على الجيت 10.2، 10.2 اللي هي الاس في اي تبعت فيلان 10 اللي على الكور 1، انه حسب ما متذكرين انتم كانت الكور 1.2 والكور 3.3 والفيرتشوال كان 1. بعدين راح على 200.1، راح على الانسايد انترفيس تبع الفاير وول. بعدين راح على 150.2 اللي هو جوا البي في اي، كنا عاملين له دوت 2 يعني راوتر واحد، ودوت 3 راوتر 2، والفيرتشوال كان 150.1. بعدين راح على 172.16.1.1 اللي هو البي راس تبع الراوتر الاول، فهو ماشي هون الترافيك تبعته ماشي من عن طريق الراوتر الاول، يعني من هون. يعني لو قلنا خلينا
ناخذها على السريع مش مشكلة، ونرسم لاين. يعني ترافيك أنا اليوم جاي عندي هيك، طلعت من هون راحت على الكور 1 على الجيتوي كور 1، بعدين راحت على الانسايد انترفيس هون، اوكي، بعدين راحت عندي على الراوتر هون، طلعت وشافت النور والضوء وراحت على الانترنت وعمل بينج. طيب شو لو قطع هذا الانترفيس؟ المفروض ايش صار فيه؟ يشتغل على حسب اللي احنا عملناها. طيب تعالوا نشوفها. هنروح على CMD هون عندي، مش هاي، اوكي، خليني اروح على ISP1 واطفي له انترفيس G0/0، وخليني اعمل continuous ping اللي هو بالعربي المفروض ping مستمر. تمام، خليني اقول له ping 8.8.8.8/t. حلو كتير. وخليني اروح على الاي اس بي ولو كونف تي انترفيس G0/0 من فوق ولو شت داون. طيب ونروح عندي هون، طيب قطع عندي، قال لي انريتشابل ورجع على السريع اشتغل الانترنت. ممتاز، تعالوا نفوت على الراوتر الوان نشوف شو اخباره. الراوتر الوان هون على السريع قال لك انا صار في عندي شيء طبقت. شوف شو قال لك، قال لك ال IPSLA 1 reachability up راح داون، نزل داون على طول. لما نزل داون حول ال HSRP من active لسبيك. تمام، وتعالوا نروح نشوف إذا رحنا على راوتر 2، راوتر 2 صار هو الأكتف، هي مثل ما شايفين هون أكتف. لو قلنا له شو ستاند باي ستاند ليش هيك ستاند باي بريف، هي قال لك ستيت أكتف اللوكال أكتف، الستاند باي هو الدوت 2 اللي هو راوتر 1، والفيرسوال طبعا هون، والبينج أنا عندي شغال هون عندي. طيب تعال نعمل تريس نشوف كيف ماشي. تريس سيرت اوكي، وقول له 8.8.8.8 حيمر المفروض من الكور 1 اللي هو 10.2، وبعدين حيمر على الانسايد انترفيس 200.1. حلو، المفروض يروح على 150.3 مش 150.2 زي قبل. برافو، هذا الراوتر 2 راح لي عليه، وبعدين هلا حيروح على ال 8888 مظبوط، طلع على الراوتر الثاني. فكيف صار خطه السير تبعته؟ كالتالي، اعطيني احمر، طلع البينج من هون كل شيء تمام، راح على الكور 1 على الجيت واي تبعته 10.2. حلو، طلع على الفاير وول اموره تمام. ام راح انصدم لقى هذا ستاند باي مش اكتف، لما راح هون هو الستاند باي مش اكتف، ام راح على الراوتر الثاني اللي هو صار اكتف وطلع انترنت من هون. فهاي هي وظيفه الاي بي اس ال اي ومهمتها. أنا خاصية كتير منيحة وكتير ممتازة وكتير بحبه، دائما بستعملها بالشغل. ممكن نشوف شغلة تاني كمان، هو الدرس خلص لهون، بس ممكن اوكي. فلو رحنا مثلا على الاكتف هون قول له شو مثلا IP SLA statistics، بطلع لك الستاتس تبعه، الستارت تايم امتى بلشت،
والاوبريشن كود والنمبر اوف سكسس 0 والفيلير عندك 218 عفوا والاوبريشن تايم تو ليف تو لايف فور ايفر. وفي عندك هون شويه شغلات ومعلومات ممكن تشوفها. هلا هل اوتوماتيكلي راح يرجع اول اكتف اذا فتحنا الاي اس بي؟ اكيد، لانه انا معلي له برايورتي وعامل له اياها 170. فهلا بس تروح ويحصل البينج، بس خلينا نروح على الاي اس بي 1 واقول له نو شت داون. ماشي، رجع لي على الاكتف هون. هذا هو كان بستاند باي IP SLA. هلا هو كل 5 ثواني بتلاقيه عمل بينج على 8.8.8.8. المفروض هون شو ستاند باي بريد بعده اكتف. اوكي هلا حس سيميليتر تاخر شوي صغيره. قال لك الريتشابيلتي من داون صارت اب، الستاند باي انا صرت اكتف. فلو تشوفون شو ستاند باي بريف، صار انا عندي الاكتف ورجع الستاند باي الراوتر الثاني اللي هو 150.3 رجع. اوكي ولو رحنا على البي سي خلاص يعني بطلب اذا تزبط. رحنا على البي سي هون، لو عملنا هلا تريس خلينا نكبر هاي نشوف اذا بنقدر نقارن بين تريسين. نكبرها هيك. اوكي اعمل لي تريس على الثمانيات نفس النظام، حيمرق بال 10.2 وبعدين 200.1 بعدين 150.2 لانه رجع اكتف الراوتر الاولاني البي في اي 150.2 مزبوط، وبعدين بطلع على الراوتر تبعه الاي اس بي وبضله طالع على الانترنت. اتمنى الدرس يكون مفيد، والاي بي اس ال اي من الخاصيه اللي كثير ممتازه ودائما اعتمدوها، وبتقدر حتى انت تعمل مثلا اس ال اي بتوين راوترين بقلب الشركه عندك بتوين ديفايسين اي بي معين بدك تعمله تراك اذا بغيب عن الوعي اذا كذا، ممكن تتحكم فيها وتفكر فيها بالطريقه اللي بدك اياها. اتمنى الدرس يكون عجبكم ونشوفكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.